بحال هكا تألمت تألمت، ولكن شكون اللي خلاني زعما تحكمت في نفسي؟ وهو واحد خوها. اسم سائدة زهير، من مواليد مدينة الدار البيضاء، حصل على الإجازة في الدراسات الإسلامية. أنا من الناس اللي أعطاني الله وتزاديت بواحد الإعاقة جسدية على مستوى اليدين، بحيث أنني ما عنديش اليد اليسرى واليد اليمنى عندها نقص. المهم مريت مجموعة من الصعاب في الحياة ديالي، ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى والإصرار والعزيمة ديالتي استطعت أنني نتخطى كل العوائق والحواجز. ملي كنت في سن 6 سنين مشيت باش نتسجل في المستوى الأول. من بعد المدير رفض التسجيل ديالي بدعوى أنني ما غنقدرش نكتب، أنني ما عنديش إيدي باش غنكتب. المهم ضاع لي عام، ولكن من بعد مشيت عنده رجعت تاني. قال لي غنجربك، جربني. ملي كتبت لي قال لي يا بنتي انت الخط ديالك ما شاء الله. الحمد لله بالنسبه للعمل ديالي ما عمرني ما واجهتني شي صعوبات. الحمد لله كنصحح جميع الدفاتر، الحمد لله كنكتب على السبوره، الحمد لله كنحس بانني بالعكس انا كنحس براسي مثال مجموعه ديال الشباب العاطلين ايضا من ذوي الحاجات الخاصه. كنحس بان مجموعه من الشباب اللي خلقهم الله باعاقات جسديه مختلفه انهم محبطين وبزاف، ما كيبغيوش يخرجوا يقلبوا على العمل. كيقول لك غنمشي غيبقى يشوف فيا نظره ديال الشفقه، ما غيبغيش يخدمني، لا فيما غنمشي غنلقى كاع الابواب مسدوده. لا راهي الاصيد ربي سبحانه وتعالى، الا تغلق باب راه كيفتح ابواب. بنادم غير يمشي ويقلب ويطرق جميع الابواب، والله سبحانه وتعالى ما غيخيب حتى شي واحد. الحمد لله كنخدم في اريحيه، كنخدم بالشكل اللي كيليق بيا، والحمد لله ما عمرني ما حسيت بشي نقص، لا مع التلامذ لا مع المؤسسه لا مع جميع الاطر. انا حلمت وكان الحلم ديالي بيد وحده. انا كنقولها وكنعاود نقولها، حلمت بانني حققت حلمي بيد وحده. حلمت انني ندرس، وها انا الحمد لله كندرس لمده 5 سنوات. فاش كنجي من الخدمه ديالتي الى لقيت الوالده، ما لقيتش الوالده نقدر يعني نكون في بلاصه الام ديالي، ماشي مشكل، ما كنلقاش صعوبات. بالنسبه لي انا الصعوبه هو شي واحد الا قال مثلا لا عندك ما غتقدريش، لا هذه فين كيبقى فيا الحال وكنحس براسي انني ما قادراش. اما الا الواحد عطاك فرصه وقديتي في الدار راه ما عنديش شي مشكل. كنتمنى ان شاء الله يسهل عليا الله ويكون عندي سكن قار ديالي، وكنتمنى من الله سبحانه وتعالى يسهل عليا باش كنتمنى بغيت ندير البيرمي. كنعرف بزاف ديال الناس في وضعيه اعاقه استطاعوا يديروا البيرمي واستطاعوا، واخا بالنسبه لنا حنا ذوي الحاجات الخاصه في هاد القضيه صعيبه، ما كايناش في كازا. الا بغيتي تمشي لشي سياره تعليم ديري بيرمي داكشي ما كتلقايش. كاين عندي واحد الجويف كيقولوا ليه ناقص ابيرجي، شتا بحال هكا تألمت تألمت، ولكن شكون اللي خلاني زعما تحكمت في نفسي؟ وهو واحد خوها، واحد خوها جا عندي قال لي بابا بابا سبحان الله العظيم اختي ما عندهاش يدنا عندهاش اليد بحالنا، بحال صرفقني بحال. نقول لها بنتي الله يرضي عليك،
والله يجيب لك واحد الزوج اللي سترك وتستريه، ويعطيكم الله درية صالحة، ونطلبوا عند الله الله يعطيك ما تمنيتي في الخاطر ديالك. اما ما انا ما غاديش نعرف هذاك الشيء اللي غير المتمنيات ديالها، ما غاديش نقدر نعرف. الا غادي نعرف غادي نعرف واحد القدر على حسب الأبوة، اما بالنسبه لها هي اللي عارفه. ياك يا بنتي الله يرضي عليك، الله يحفظك. شكرا. الله يصلحك يا بنتي، الله يصلحك. كنتمنى ان شاء الله نعوض والديا، وكنتمنى ان شاء الله نرجع لهم كاع داكشي اللي تحرموا منه، نعوضهم في بزاف ديال الحوايج. وهذه رساله كنقدمها لكاع الاباء اللي عندهم وليدات عندهم اعاقات، يتعاملوا معهم بشكل عادي. ما كنحملش انا ديك الكلمه ديال ما تقدرش ما ديرش عندك عليه مسكين، هاد مسكين لا شوف خوك، لا ما تخليش هو يدير هادي، لا خليه راه الا قدر يديرها راه غيديرها. بحال كنفكر في الزواج بحالي بحال باقي الناس، وكنتمنى من الله يسهل عليا. وماشي الحياه هي الزواج بصفه عامه، راه الا جاب لك الله الرزق في صحتك راه هذاك خير كبير من عند الله.